أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كولاج، وسنصحبكم فيها بجولة في أنحاء العالم، وسنشاهد معاً قصة الفقارة، وهي الدروب التي تسلكها المياه لتصل إلى الأراضي الزراعية في الجزائر. بعد ذلك ننطلق إلى الهند مع قصة عن المأكولات العربية في دلهي، ثم إلى المغرب العربي إذ سنزور قرية البهاليل وكهوفها، وفي العراق نتعرف على متجر لبيع الزهور في مدينة الموصل، ونختم رحلتنا في الأوروغواي مع قصة أول ناد فلسطيني لكرة القدم. إذن نبدأ في الجزائر وقصة الفقارة بإقليم توات، والفقارة هي أنهار حفرها المزارعون في قديم الزمان وفق تخطيط هندسي دقيق لنقل المياه للمزارع بدون الحاجة إلى محركات كهربائية. وقد أدرجت الفقارة من قبل اليونسكو مؤخراً على لائحة التراث الثقافي غير المادي للعالم. الفقارة تمثل لسكان أضرار هي الحياة، لأنها مصدر الحياة، لأن الفقارة منبع للماء والماء هو الحياة. يعني الفقارة يعني داخلة في نظام العيش الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة. فيما كان يخدموها وكانوا يتعبوا فيها ويجي الماء يعني بدون مضخه، يبقى مفقار امام حاسي زايد حاسي زايد حاسي حتى تخرج على وجه الارض. كي تخرج على وجه الارض هذا الاختصاص هو اللي يقسموا يديروا ديستريبيسيون، يقسموا للجنه اللي كان اللي عنده قيراط، كان اللي عنده جوج قيراطات، كان اللي عنده يعني على حسب اهل المنطقه هذيك والماء اللي خدموها هما ليها. الفقارة هذا الموروث الثقافي الذي ظهر في ولاية أضرار منذ القرون وتوارثته الأجيال، الآن بدأ يندثر هذا الموروث، وذلك يعود إلى استعمال المضخات المائية وحفر الآبار العميقة. هذه الآبار العميقة التي تحفر إلى جانب أو بالموازاة مع الفقاقير تعمل على جلب المياه من الباطنية وإبعاد وتجفيف منابع الفقارات. المأكولات العربية لا سيما السورية عرفت في أنحاء العالم العربي، لكن أن تصل إلى الهند وتأخذ مكانا لها فذلك تحد كبير. وبالفعل حقق ذلك لاجئ سوري في جنوب مدينة دلهي. لنشاهد القصة. جيت على دلهي وشفت الاكل العربي ما في موجود نهائيا، وصار وساوينا مطعم واسسناه شوي شوي بعام 2011. يعني بلشنا خطوه خطوه لحتى الحمد لله كان المأكولات العربيه كلها موجوده مع الحلويات. موسيقى
احنا لما جينا على الهند وشفنا الاقبال، طبعا في اقبال من الهنود، ولكن اخر 10 سنوات بالسنين هاي انتشار المطعم السوري تقريبا بكل الدول، مو بس مثلا بالهند وكذا، ولكن الحمد لله في اقبال من الهندي وفي اقبال من الاجنبي، يعني عندنا اجانب بيجوا كثير، عندنا عربي بيجوا كثير، الهنود بيجوا كثير. أشعر أنني محظوظ لوجود هذا المطعم بجوارنا. عادة يتعين على الشخص البحث عن هذا النوع من المأكولات، خصوصا وأن المطاعم من فئة 5 نجوم بعيدة المنال بالنسبة لي كرجل من الطبقة الوسطى، وهذا المطعم يقدم مذاقا مثاليا. إنه ليس حارا جدا، إنه جيد جدا بالنسبة لي. هلا نحن جوا بقلب المطبخ، طبعا في عنا شيفيه عرب وفي عنا هنود، يعني مشكل. احيانا بنطلب اكل الهندي مع السبايسي، وفي ناس بيحبوا السبايسي وفي ناس ما بيحبوا، ممكن انه نساوي اكلات فيها سبايسي. هذه فريده واحده بس احنا نشتهيها بزاف، تلقى مكلات تاعنا، تلقى الماكلات تاع سوريا، تلقى الفلافل، تلقى الفول، تلقى الحمص، تلقى الكسره، تلقى كلش هنا، ونشتيها بزاف. صاحبي تاعي قال لي روح لهنا وشوف، كنت كلش لهنا. في ناس بتيجي لهون بتنبسط، بتلاقي الاكل العربي، بتلاقي مثلا في ناس بيتذوقوا الاكل العربي، بيقولوا انه الاكل السوري، يعني في ناس بتتذوقوا كثير، بتطلع من هون مسرورين ومبسوطين، وبيرجعوا بياخذوا منهم دليفري وبياخذوا ارقام التليفونات انه بعث لهم على بيوتهم، واحيانا كثير بيعملوا حفلات هون، عندنا اعياد، عيد ميلاد، خطبه، حفله، يعني امور هيك كلياتها. هو متمنى انه توصل الفكره عن طريق الاكل السوري، توصل الحضاره السوريه للعالم بالاجمع، يعرف انه الشعب السوري وين ما راح يعني الحمد لله بيشتغل وليس عالي على حدا، ونحن بالنهايه كلياتنا يعني بنعرف كل الشعب السوري صاحب مصلحه وصاحب مهنه، وما في واحد قاعد يعني بلا مهنه او بلا عمل. تعد قرية البهاليل جنوب مدينة فاس المغربية وجهة للسياح، وربما الدافع الرئيسي لزيارتها هو الكهوف التي اتخذها الأهالي القدماء بيوتا لهم، بعضهم ما زال يعيش فيها والآخر جعلها مقصدا للسياح من أجل التعرف على هذه الكهوف وطريقة العيش فيها. ولدت في مدينة البهاليل وتربيت في هذه المدينة، وهذه المدينة الحمد لله عندها مؤهلات سياحية، رغم على أن كاين تجاهل بزاف ديال هذه المنطقة، كاين تجاهل بزاف، وكنطلبوا من المسؤولين في هذه البلاد هذه يزيدوا بها شوية للقدام ويعتنوا بها شويه، لا من ناحيه البنيه التحتيه ولا من الموارد البشريه ولا مجميع ما يكون، لان المنطقه الحمد لله غنيه بواحد مآثريه تاريخيه. فيما يخص الكهوف، الناس حافظوا على الكهوف ديالهم وبقاو محافظين على الطبيعه ديالهم،
رغم انهم خرجوا هادي بقاو محافظين على 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 هاد الكهوف هادي دي كيجيو الناس رغم انهم تضفوا وخرجوا هذيك بقاو محافظين عليه كيجيو في العطال كيجيو مولداتهم ما قدروش يفرطوا في هذا في هذا الكهوف. كنقالوا ما عندناش البديل ما عندناش فاش نمشيو باش نمشيو لشي بلاصه يلا جبنا هذه البلاصه قدينا بها زعما هذا الشيء اللي كاين ما عندناش البديل باش غادي نمشيو لشي بلاصه اخرى جبنا هذيك قعدنا هنا صافي رسينا وعجبتنا حتى البلاصه عجبتنا الحمد لله واكلين شاربين الحمد لله على ما عطى الله. هذا الكاف فيه جميع الاشياء القديمه الاواني المنزليه كان لي فينيل الدياسك القدامي اللي للمغنيين منهم اللي هما توفوا منهم اللي مازالين باقيين من الفرنسيين وعرب اجانب كاين مخطوطات شي حاجه ديال المخطوطات كاين وثائق تهية قديمه جدا كاين العقد اللي كتمتاز به هذه المنطقه هو كاين موجود عندي في هنا في هذه المدينه هذا عندي العقد موجود اللي هو العقد القديم ماشي العقد ديال دابا الاسماء ديالو راه صعيبه عليا باش نعرفكم الاسماء ديالو وعندي جميع الاشياء القديمه. والحمد لله هذه المنطقه هذه كت فيها مغارات بزاف وفيها كهوف والناس ساكنين في كهوف وكاين داير بها الجبال داير بها طبيعه جميله يعني كتمتاز بواحد عندها واحد الامتيازات بزاف سياحيه. قصتنا التالية من مدينة الموصل في العراق لنتعرف على سيدة عراقية افتتحت متجرا لبيع الزهور وتريد من خلال هذا المتجر أن تنشر المحبة والسلام بين أوساط المجتمع في المدينة التي أنهكتها العمليات العسكرية. جيت بعد التحرير للموصل فكرنا انه نسوي صفحه فتحنا الصفحه شفنا اقبال العالم حلو عليها لهذا حبينا انه نفتح مكتب صغير كنا خلينا نشوف امكانيات العالم اكو يعني اكو امكانيه يعني انه اكو استجابه لهذا الموضوع حلوه اكو استجابه كانت شجعني انه افتح مكتب صغيروني. نحكي على انواع الورود. الورد هوايه انواع مثل التوليب والزنبق الروز المصمم القرنفل الهايدرنجا واكو انواع القالة تشيبسوفيل حسب الانواع الورد. حاولت ان اكبر المشروع اكبر واكبر تخصصت كديزاينرات كوشات. بالبداية كانت الباقات الورد الطبيعي هاي الأشياء كلها حبيت أنه أدخلها للموصل لأن ماكو مرة تشتغل باقات ورد فقمت أنا أشتغل باقات ورد. طبعا تختلف الماسكات مال العروسة ورد الماسكات مال العروسة عن ورد الباقات كل واحد إلى ورد خاص بي وستايله. أكو كل ورد إلى اتجاه خاص بالعمل. أكو ورد ماسكات مال العروسة اللي يكون ناعم نتمنى انك تكثر هاي الحضاره عندنا هاي الشغلات الحلوه بالموصل بعد هالدمار اللي كان عندنا اللي ما كنا نوش عشنا الورود ما موجود لا اكو ورود لا اكو شيء اسمه حياه
فنتمنى نرجع احنا على هذا النظام اللي كان عندنا احنا مدينة الحضارات، مكان اللي كانت ينزرع دائما عندنا الورود الشغلات الحلوة، الناس متحضرة وتعرف شنو الورداية وشنو قيمتها ومكانتها. هواي ناس شجعتني وقالت فكرة حلوة، وكانوا تشجيعيين بشكل خلينا نقول 90% شجعوا، شجعوا على هاي الفكرة إنه أوكي مرة تلزم محل وتكون قيادية، هي إدارية كإدارية كاملة. كان مشروع حيل يعني حلو، ويعني ما واجه الصعوبات هواية، ولحد الآن الحمد لله وشكرا ما واجه صعوبات كون إنه زوجي بحري يعني وعائلتي. في الختام نزور الأوروغواي لنرى كيف تمكن الفلسطينيون الأوائل من تأسيس نادا رياضيا عام 1987، وكيف برز هذا النادي وفاز بعدة منافسات محلية وشارك مرة في بطولة كأس الأوروغواي. الفريق الذي تم تشكيله في عام 1985 حفز المجتمع العربي هنا في تشوي الذي أراد أن يحفز رغبته في لعب كرة القدم مع فريق يمثله. شكل نادي فلسطين جزءا من طفولتي، هو نادي المنطقة هنا منطقة تشوي، وكان يجلب لنا السعادة والفرح نحن الأطفال المتحدرين من أصول فلسطينية. تم إنشاء النادي من قبل الفلسطينيين ويمثل الفلسطينيين، لكنه أيضا كان يمثل مدينة تشوي، خصوصا بعد أن غادر النادي الإطار المحلي وانتشر في جميع أنحاء البلاد. كنت أستمع إلى ما يرويه لي أبي عن أن النادي كان بمستوى جيد، تم تأسيسه من قبل فلسطينيين، هم أسسوا هذا النادي ليس لغرض التسلية فقط بل لجلب كرة القدم إلى مدينة تشوي. دائما ما تتناسب كرة القدم مع النشاط الاقتصادي، فإذا كانت المدينة قوية اقتصاديا بشكل جيد فكرة القدم قوية. ثم حصل انخفاض بسبب مجموعة من العوامل، ولكن أعتقد عندما جاءت المحلات التجارية الحرة حصل تراجع في الاقتصاد، وهذا ما جعل النادي أيضا يفقد استمراريته. النادي الفلسطيني كان نجما مميزا وترك العديد من الذكريات والعديد من الأصدقاء وبعض الكؤوس وهدايا أخرى جراء مشاركته في النشاطات والرحلات، وهذا أجمل شيء نحمله في قلوبنا حتى يوم الممات. وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة من برنامج كولاج ورحلة أخرى حول العالم. إلى اللقاء.